اولا الموقف اللي تعرض له الاخ ماضي ما هو مقبول لا له ولا لاي شخص اخر، يعني التعرض على حريات الناس وكراماتهم وانتهاكها ومخالفه القوانين الامر غير مقبول بتاتا، خاصه عندما يتعلق الامر بالامن والحريه. لكن احنا نقول انه هذه الاحداث تحصل كثير، انا بالواقع يعني خبرتي بالمحاماه ما شاهدتها تحدث مثل هالامور هذه، بس هذه الامور يفترض انها ما تمر مرور الكرام. الاخطاء هذه مش مثل اي خطا اخر، انا ممكن اتنازل عن اي امر اخر لكن لا يمكن اتنازل عن حريتي عن كرامتي عن انسانيتي، هذا امر غير مقبول بتاتا. لذلك تجد تفاعل كثير الان بالشارع الكويتي عن الواقع اللي حدثت للاخ ماضي، ولو حدثت اي واحد ثاني في اي وقت اخر ايضا راح تلقى تفاعل كثير، اليوم الضابط المرشود او المرشاد وغيره وغيره وغيره، امور كثيره الناس قاعد تتعاطى مثل هذه الامر، لما يتعرض الامر للحريات توقف البلد كله يوقف مع هؤلاء الاشخاص والتعاطف معهم.